مدن سياحية شهيرة عانت من السياحة المفرطة واتخذت إجراءات صارمة، إليكم أبرزها. نبدأ بالبندقية في إيطاليا التي ألزمت السياح الذين يزورونها لفترات النهار بدفع ضريبة قدرها 5 يورو للحد من الأعداد الضخمة للسياح. وإلى أسبانيا قام أحد أحياء برشلونة بمسح طريق الحافلات من جوجل لمحاربة السياحة المفرطة التي ظل يشتكي منها السكان لسنوات بسبب عدم إمكانية وصولهم إلى وسائل النقل العام. وفي بلدة يابانية صغيرة محاذية لجبل فوجي طبعا أقيم سور عالي لحجب منظر الجبل سعيا إلى الحد من الأعداد الضخمة للسياح الذين يقصدون الموقع لالتقاط صور مع البركان الشهير ويقدم بعضهم على تصرفات سيئة. ننتقل إلى بالي الأندونيسية طبعا التي فرض حاكمها قواعد صارمة على السياح تقتضي بالحفاظ على أماكن العبادة ورموز الدين. ونختم بمايوركا في أسبانيا التي شهدت مظاهرات بالآلاف ضد السياحة المفرطة والتي تعد مصدر دخل كبير للبلدة، لكنها عائق أيضا أمام يعني حصول سكانها على سكن